والآن مع برزنتيشن يا جماعة، شابتر 4 أكيوت كورونري سندروم. وده موضوع من الموضوعات المهمة جدا، بيتكلم عن كسور الشريان التاجية لدة الشرايين طبعا اللي بتغذي الإيه القلب، وإيه الأمراض اللي ممكن تصيبها ويحدث في القلب إيه، أو المشاكل اللي بتحصل في القلب. أكيوت كورونري سندروم، ذبحة صدرية أو كسور في الشرايين التاجية المغذية للقلب. الشريحة اللي بعدها بتتكلم عن الاوبجكتيف، طبعا ايه الحاجات اللي او اهداف اللي احنا هنطلع منه من الشابتر ده. بيقول لنا طبعا ديفينيشن، تعرف يعني ايه اكوت كورونري سندروم، الباثولوجي بيحصل ازاي، الالوريزم اللي احنا هنعرف نعمل مانجمنت للراجل اللي جاي لنا باكوت كورونري سندروم، والانواع بتاع اكوت كورونري سندروم، والريسك فاكتور، العوامل اللي هي محفزه للمرض ده، ومانجمنت ونعرف نعالجه. اول حاجه عندنا يا جماعه الديفينيشن بتاعتنا، طبعا ده يونيفرسال، ده تعريف عالمي موجود في كل الكتاب. بيقول لنا ده رايز في البلد تروبينين ليفل اباف 99 برسنتايل اوف ذا نورمال رينج اند اور ذا فول ان ذا تروبينين الانجوناست اون ذا اور مور ذا فول وين كرايتيريا. بيقول لنا طبعا عندنا في حاجه اسمها تروبونين يا جماعه، ده انزيم بيطلع من الخلايا الميته من القلب. طبعا في انواع كتير من التروبونين، في اي في تي وفي ام بي وفي ام ام وفي ايه بي بي، لكن لما بنتكلم عندنا ديت اللي بيطلع من عضله القلب او الخلايا الميته من عضله القلب اسمها ام بي. بيقول لنا طبعا لو زايد عن 99 برسنتايل، طبعا ديت بيبقى فيه مؤشرات احنا بنقيس عليها 99 و95 و90. بيقول لنا لو طلع اكتر من 99 على النورمال رينج بتاعنا، او لو هو وقع او في النورمال بتاعي لكن معاه واحد من الايه من الكرايتيريا او الحاجات الايه اللي تحته مني، لكن لو عنده معاه سيمتوم مثلا سجستيف كاردياك اسكيميا او نيو الكترو تشينج او اي سي جي تشينج، او لو في باثولوجي في الكيو ويف في الاي سي جي. الكيو ويف ده يا جماعه اللي هي بدايه الايه الكونتراكشن بتاع الفنتريكل بتاع الهارت. ايمجنج ايفيدنس نيو لوس اوف ذا مايوكارديال اور نيو ريجونال وول موشن ابنورماليتيز، وده بنشوفها بالايكو. يبقى تعريفه عامه دي زياده في التروبونين فوق 99 في النورمال، او لو هو نورمال او فول يعني عن الطبيعي لكن معاه واحد من السيمتوم الموجوده ديت او الكراتيريا اللي تحت ديت، برده بنشك اللي هو اكوت سيرينري سندروم. انواع طبعا الاكوت كورونري سندروم عندنا في انواع كتيره جدا، لكن هما ذاكرينها هنا ايه في ثلاث انواع، سري تايب اللي هو ايه حاجه اسمها ستيمي ونون ستيمي وانستيبل انجينا. ستيمي يا جماعه نسبه للسي اس تي سيجمنت الموجوده في الاي سي جي، دي سيجمنت موجوده ولو ارتفعت بيحصل فيه انفراكشن، او انخفضت برضه بيبقى في اسكيميا معانا. وانستيبل انجينا بيبقى زي سبازم موجوده او اتيبيكال شيست بين. بيكلمنا طبعا ستيمي سيجمنت اليفيشن ميوكارد انفراكشن اور هارت اتاك، انستيبل انجينا ونون ستيمي اليفيشن ميوكارد انفراكشن اور هارت اتاك. يبقى احنا عندنا ستيمي ونون ستيمي وانستيبل انجينا، ده الطيب بتاعنا. الباثولوجيا يا جماعه اللي احنا ايه بنشوفه في الاكوت كورونري سندروم، ده عباره طبعا ملخص كل الموضوع، ده عباره عن حاجه اسمها اسيروليتك بليك، ده عباره عن تصلب في الشرايين. طبعا اسيروليتك بليك او البليك او الطبقه اللي بتتكون اللي هي بتسد بتاع الشريان الشرايين الطاقيه بتاع القلب، دي بتتمثل فيه اللي لو في انجري في الانر. طبعا دايما تحصل الاسيروليتك بليك يا جماعه في الانر inner layer of coronary artery inner layer، لا ليس ميدل ولا الاوتر، عشان ممكن يجي سؤال اكمل او الكلام ده يقول لنا ايه inner layer. في الانر layer في انجري ولا حاجه بتقوم تدخل في مكونات او البلد بيدخل عامه او اي فلويد بيدخل في الانجري ديت الى الطبقه الداخليه للاورط الكورونري ارتري، طبعا مصحوبه بكل الايه حاجه اسمها ال دي ال وكوليسترول وبليتلت. دي بتعمل لنا يا جماعه الاسيروليتك بليك زي ما هو ايه شارح لنا، بتبدا اسيروليتك بليك ويز انفلاماتوري في انفلاميشن في الانر لير اوف ذا فيسلز في الاندوثيليز اللي هي الايه بتبطن الايه جدار الاوعيه الدمويه، تدخل في لود اند ليبيد اند وايت بلاد سيلز اللي هي الايه كرات الدم الحمراء. طبعا وسبيشال الايه طبعا ال دي ال حاسمها لايبو بروتين، ده واحده من الدهون اللي بتشيل الكوليسترول طبعا، وبدخل الكوليسترول معاه اللي هو بدوره هيؤدي الى الاكسديشن او يحصل فيه اكسديشن، وهيكون لنا يا جماعه الايه الاسريتيك بليك.
طبعا الاسيرتيك بليد ده يا جماعه ديت اول شراره في تكوين الاسيرتيك ثرومبوزس او الجلطه اللي بتبقى موجوده في الشرايين التاجيه. اول ما يحصل لها ربشر او تتكسر او بريك داون تتفتت، هتؤدي الى اثاره البليد اللي تيجي ايه تترسب عليها وتكون لنا الايه اسيرتيك او ثرومبوزس في جدار الايه او يملى اليومن بتاع الايه الكورونا ارتري، فيسد الايه الدم او نمنع البلاط فلو اللي هو يوصل للايه الميوكارديال الماسلز ويحصل فيها ايه انفراكشن معانا. الشريح اللي بعد كده بيقول لنا يا جماعه، طبعا ده بيفسر الكلام اللي احنا لسه بنقوله يا جماعه، اللي هو يوجوالي تريجيت باي ذا رابشر اوف ذا ارثروتيك بليك اللي هي اتكونت في الانر لاير في الكورونري ارتري. ذيس كوز اكتيفيشن، بتؤدي الى تحفيز وادهيجن واجريجيشن بتاع البليتلت اللي هي تلزق على الايه على البتاع ده، والكلوتنج ايه سيستم اللي هي تلزق على الحاجات المكسره في الارثروتيك بليك وتقوم مكونه لنا الايه الثرومبوزس. السيمتوم طبعا اللي هو بيجي عندنا يا جماعه باكوت كورونري سيندروم، عندنا في حاجه اسمها ريسك فاكتور، ايه العوامل المحفزه للمرض ده او ايه الناس اللي هي ايه اكتر ناس عرضه اللي هي يجي لها اكوت كورونري سيندروم. اول حاجه السموكينج والاوبيزيتي اكتر اثنين انسان اند سيمتوم اوف ذا اكوت كورونري سيندروم جنرالي كويك اند سام تايم ويزاوت ورنينج، يعني هو ممكن يظهر فجاه وبدون اي انذارات. وعندنا كومن سيمتوم للاكوت كورونر سيندروم، اول حاجه اشهر حاجه يا جماعه شيست بين اند ديسكمفورت، شيست بين يجي يقول لك صدري بيوجعني او حاجه طبقه على نفسي. طبعا والبين بتوعه بيبقى له مميزات يا جماعه، ومختصرينها في حاجه اسمها سوكراتس، يعني السايت هو موجود فين، الانسيت بتاعته هو ظهر فجاه ولا جرادوال، الكاركتر بتاعه هو ستابنج ولا ثرومبنج ولا هيفي يعني تقيل على نفسه ولا حاسس يكون ايه في حد في ضربه حد في سكينه في صدره، في راديشن بيسمع في اي حته مع اي حاجه تانية مثلا زي نوزا فومتنج ديجيشن، عالم ده كله برده ايه موجود. التايم اوف ذا بين وقت الايه ظهور الالم، الحاجات اللي بتحفزه والحاجات اللي بتنقصه، اكسيزريبيت او اليفيتنج فاكتور، سيفيريتي اوف ذا بين يوزنج ريتنج سكيل. طبعا عندنا في حاجه اسمها للبين في سكور يا جماعه من 1 ل 10 بندي ايه السكور بتاعه طبقا للبين اللي هو جاي بيه. تاني حاجه طبعا ديت اشهر ايه السكراتس ديت، طبعا ايه الكاركتر بتاع البين بتاع الايه اكوترون او عامه اي بين يا جماعه بيجي لنا بنحط له السكراتس ايه منومينك ده عشان ايه نوصف البين بتاع كل ايه سيستم يعني. بعد كده ممكن يبقى معاه بين اوف ديسكمفورت اوف ذا بوس ارم، يبقى يسمع في النك، بيسمع في دايما في الايه في الناحيه الليفت ودراعه الايه الشمال ولحد صباعه حتى ايه الشمال، وممكن يسمع في الاستومك في فم المعده يعني، في معاه كرشه نفس، في معاه ديزنس وفيلينج اوف ذا لايت، في شويه صداع او شويه زغلله، في معاه عسر هضم او ايه او ميل للقيء او ترجيع، وفي ايه سويتنج اللي هو ايه التعرق بيبقى عرقان. بعد كده يا جماعه بيقول لنا سيمتوم ار فيري سيريس، طبعا بناخدها على محمل الجد يا جماعه، اي واحد جاي يشتكي باي شيست بين حتى لو هو بيستهبل او انت عارف لو استهبل بناخد الموضوع على محمل الجد، لان دي شيست بين ممكن يكون ايه اعراض او اتيبيكال شيست بين جالنا طبعا باعراض غير اللي هي معروفه ويكون عنده ايه مايكارد انفراكشن، فلازم ناخد الموضوع شيست بين على محمل الجد. بيكلمنا طبعا هنا عن الريسك فاكتور، في عندنا ايه كتير من طبعا سموكن وبزت طبعا هو ذكرهم في الاول، بجانب ده يا جماعه الاولد ايج طبعا ايه السن طبعا والاسيروسكلوروتيك وعمليه الايه ديجنريشن اللي بيحصل في الجسم طبعا، اولى هو ايه يخش برده في تصلب الايه الشرايين او تصلب الايه الشرايين التاجيه. بيقول لنا طبعا لو في الناس المينز اللي هو الذكور 45 سنه او لو في المومن بتبقى ايه 55 سنه، الناس اللي عندها ضغط عالي وكوليسترول عالي، السموكن لاك فيزيكال اكتيفيتي، الناس اللي ما بتعملش حركه ولا تعمل ايه اي نشاط، ان هيلسي دايت، الناس اللي بتاكل تيك اوي والاوبيزيتي والاوفر ويت اللي هي الوزن الزايد، الناس اللي عندها سكر او فاميلي هيستوري عنده ايه عنده بتاع ديت هيستوري الفاميلي عنده نفس القصه او في جينيتك ايه فاكتور معانا وراثه في العيله. يعني طبعا كاتب لنا الالجوريزم طبعا ايه موجود عشان نبدا نتحرك ازاي لو احنا الراجل ده جاي لنا هنعمل له اي سي جي، لو طلعت حاجه اسمها نانو ستيمي اليفيشن يعني السي تي سيجمنت بتاعتنا مش مرفوعه لكن هي ممكن تكون منخفضه شويه، او لو كانت مرفوعه ببدا اتعامل مع الاثنين ازاي. اول حاجه لو هي نانو ستيمي يا جماعه بنعمل تروبينين تيست، لو بوزيتيف
نانستيمي بقى على طول بنبدا العلاج من الجيمنت وز ايه بي سي اي، حاجه اسمها بريكوتينياس انترفينشن، وده تركيب دعامات وحاجات زي كده خلال ال 72 ساعه الاولانيين عشان نحمي الايه الناس من مايوكارد انفاركشن، وده طبعا بتقل ايه نسبه الايه المورتاليتي الى 3% في خلال 6 شهور ايه اللي جايين. لو انستيبل انجينا، لو تروبونين تيست طلع نيجاتيف انستيبل انجينا، وطبعا معاه بعد ما احنا قلنا ايه لو نيجاتيف حتى بس طلع معاه بعض الاعراض هناخدها برده اللي هي انستيبل انجينا وديس تشارج، لكن هنبقى ايه فولو اب انفستيجيشن وبرده نبدا علاج معاه. طب لو هو طلع ستيمي سيجمنت وفي اس تي سيجمنت اليفيشن، معناه ان في ثرومبوزس متكونه او امبولاس موجوده يا جماعه، هندخل طبعا ايه كونفيرم ذيس ويز نيو اس جي تشينجز. تمام يا شباب، احنا قلنا ستيمي هنتدخل على طول بالبرايمري بي سي ار، حاجه اسمها بيركوتينياس انترفينشن، وهنديله طبعا ايه فايبرونيسيس اللي هي الحاجات المدوبه للجلطات، ومش هنتاخر في الكلام ده. الشرح اللي بعد كده بيكلمنا ازاي نعمل دياجنوزس لحاله اكيوت سينونو سيندروم او عامه اي شيست بين. طبعا اول حاجه عندنا اي سي جي مهمه جدا عشان نفرق اي ستيبل وانا ستيبل او ستيمي وانا ستيمي. بلاد تيست طبعا اشهرهم الانزيم اللي بتطلع عشان لو كان في انفراكشن هتطلع لنا انتروبونين او حاجه اسمها ايه الحاجه اسمها الكرياتينين فوسفاتيز، دي كلها انزيم بتعلق في لو حصل في انفراكشن. عندنا حاجه اسمها كارديك بيرفيوجن سكان زي شاشه او زي سي تي يا جماعه، بنشوف البيرفيوجن بتاعتنا، بنشوف الايه مدى البيرفيوجن او الدم الواصل لعضله القلب، بنشوفها عن طريق الكارديك بيرفيوجن سكان. عندنا طبعا بعد ما خلصنا الدياجنوزس وتاكدنا اللي هي فيها سواء ستيما او نان ستيما او نستيبل انجينا، بنبدا التريتمنت. عندنا حاجه اسمها فارماكولوجيكال وانترفينشن، يعني حاجه انا ممكن اديها علاج وفي حاجه انا ممكن اتدخل عليها جراحيا او اعمل قسطره. عندنا طبعا البين ريليف، طبعا احنا عندنا شكوتنا الاساسيه الشيست بين، بنديله بين ريليف، والبين ريليف اللي هيلاقيها او البين كيلر او حاجات مسكنه للالم، دي طبعا الحاجات اللي احنا بنديها حاجه اسمها داينايترا، دي تحت اللسان بتعمل كورونر فازو ديليتيشن وتوسع الشرايين التاجيه اللي هي الدم يدخل الايه لعضله القلب تاني وتريح معانا في البين. لو واحد مش مستريح او انستيبل انجينا، طبعا بنديله ايه مره واثنين وثلاثه لحد ثلاث مرات، ولو ما استجابش بنعلق له الانفيوجن ده نوترا ديت انفيوجن على مدار الايه ال 24 لحد ما البين بتاعنا يظبط، او ممكن نعلقه حاجه اقوى كمان زي المورفين والفنتانيل حاجه مسكن قوي. طبعا هنراعي طبعا البلاد بريشر معانا او نقيس له الضغط يا جماعه عشان الحاجات دي ايه بتوقع الضغط، فلو ضغطه اقل من 90 لازم اظبط الضغط قبل ما اديله الايه العلاج بتاعنا الداينايترا او التراينيتريت اللي احنا بنتكلم عليه. بعد كده الاكسجين، وده نقطه مهمه جدا، مش شرط كل مريض يجي يا جماعه نديله اكسجين، لا، المريض اللي هو باين عليه اعراض للساينوزس او في هايبوكسيا معايا بديله اكسجين، لكن لو ما مش في اي اعراض ما مش داعي لنا ادي اكسجين، لان طبعا هرموفول بيضر اكتر ما بيفيد. بعد كده الدراجز المهمه جدا الانتي بليتليت ايجن او الحاجات اللي هي مضادات للايه للصفائح الدمويه زي الاسبرين او الاسبوسيد بتاع الايه الاطفال. هو بيقول لنا طبعا بيفيتور رول بيلعب دور رئيسي جدا وجوهري في منع الكلوتينج فاكتور فورميشن، زي ما احنا ايه اتكلمنا في الاسيروتيك بليك، من ضمن الحاجات اللي بتحصل لها اديهيشن واجريجيشن البليتلت تعمل ايه ثرومبوز او تعمل امبولاس للناس ديت. فبيتكلمنا في الاسبرين طبعا وشفنا ايه الميكانيزم بتاعته. طبعا عندنا الاسبرين في بيمسك في ريسبتور او عشان يشتغل يا جماعه الاسبرين او اي علاج عامه بيمسك في حاجه اسمها مستقبلات او ريسبتور موجوده في جميع الخلايا بتاع الجسم. من اشهر الحاجات او المستقبلات اللي احنا او الاسبرين شغاله عليها حاجه اسمها بي واي بي 2 واي 12، طبعا احنا عندنا ايه بي 2 حاجه اسمها بيرونجينيك بيرونجينيك جي بروتين، ده عباره عن ريسبتور ويبقى فيه منهم 8 انواع. النوع اللي هو بيشتغل عليه الاسبرين اللي هو 2 واي 12، فبنعمل بلوك بنقفل البوابه بتاعته او المستقبلات ديت، فيمنعها من اللي هي اجريجيشن هي تتكون او تتكون جلطات. طبعا عندنا في انواع كتيره منها من الاسبرين، او الحاجات الحديثه اللي ايه نزلت من الاسبرين حاجه اسمها جلابيدو جريل اند فاست اكتنج بروساجور اند حاجه اسمها تيجا جريلول، دي برضو من الحاجات الحديثه نزلت، هي البلافيكس والايه حاجه اسمها بتاع ديت برينينتا ديت الاسم الايه العلمي بتاعنا، لكن انا بتكلم في البلافيكس ده اسم ايه تجاري معانا.
يبقى الاسبرين مهم جدا معانا يا جماعه في منع تكوين الجلطات معانا عن طريق اللي هو بيسد ريسبتور اسمه بي 2 واي 12 انتاجونيست ولايف سيرتيننج، وبنكتبه مع الناس كلها اللي هي بتبقى في الكورونري كورونري ارتري سندروم، مع طبعا الحاجات الحديثه الثانيه اللي هي الجلابيدو جريل اللي هو البلافيكس اند فاست اكتنج بورسا جيرل اند تيجا جريلول، دي برضو من ضمن الحاجات الانتي بليتلت اللي هي طالعه جديده وتبقى سيفت كمان اكتر من الاسبرين. عندنا الانتي كوجلانت ايجنت بندي حاجه ايه لمضاد للتجلطات، واشهر واحده حاجه اسمها فاوندا برينكس او الاسم العلمي بتاعها اسمها اركسترا، اسمها اركسترا. طبعا بندي له طبعا ايه اورال 2.5 مللي جرام شود بي جيفن سبكوتينيوس وانس ديلي، ومنه اورال يبقى في منه اورال ومنه برشام منه سبكوتينيوس زي الهيبارين. طبعا احنا برضو بنستخدم الهيبارين في يا جماعه في البتاع ديت، بس احنا بنفضل الحاجات الحديثه لانها طبعا هتبقى اقل سايد افكت. طبعا احنا عارفين الهيبارين بيعمل ايه نزيف، لكن طبعا بنلجا فيه في حالات معينه لو كان واحد عنده مشكله في الكدني او مشكله في الكلى بتاعته، بلجا لحاجه اسمها انفراكشنيتد هيبارين طبعا بجرعات بقيمها للمريض ده عشان برضو ما يدخلش في سايد افكت بتاعه، ونبدا نديله جرعات بتاعته مظبوطه ونعمل له مونيتور. يبقى احنا عندنا اتكلمنا على البين ريليفر اوكسجين وانتي بليتد اللي هي اسبرين وجلابيدو جريل وانتي كوجلانت ايجنت اللي هو الفاندو برونكس اند هيبارين. نيجي نتكلم على حاجه اسمها جلاكو بروتين 2 بي او 3 اي انهبيتور، هي دي عباره عن انتي بليتد يا جماعه، برضو دي عباره عن انتي بليتد بس طبعا اقل ضررا من الاسبرين الحاجات اللي احنا بنستخدمها او الاسبوسيد. بنكتبها طبعا ايه مع الناس دول برضو، بنديها برضو للناس اللي هي داخله تعمل قسطره يا جماعه قبلها ب 42 ساعه 72 ساعه عشان برضو ايه نهيئ المريض ده، ما فيش اي جلطات ما فيش اي معوقات تعبنا واحنا بنعمل القسطره. بعد كده بنتكلم عن الانتي هايبرتنسيف اند ستاتين، احنا طبعا زي ما احنا قلنا الريسك فاكتور فيه هايبرتنشن وفي كوليسترول، فهند اي حاجه لو كان مثلا مريض ضغط او مريض في زياده في الكوليسترول هندي له حاجه بتقلل ايه الكوليسترول وبتقلل الضغط. واشهر حاجه اسمها اسي انهبيتور، حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم وبيتا بلوكر زي ميتربرولول او الكونكورو اللي احنا ايه كلنا عارفينه، او اسي انهبيتور زي الريمابريل الكابوتين اللي احنا ايه بنستخدمه على طول، وستاتين زي الاطور ونك ايه ونقلل نسبه الكوليسترول. طيب احنا اتكلمنا عن الفارماكولوجيكال وعرفنا ايه بين ريليف وعرفنا الاكسجين وعرفنا انتي بليتلت وانتي كواجلان وعرفنا الانتي هايبرتنسيف وستاتين. نيجي نتكلم على التدخلات اللي انا ممكن اعملها للراجل ده لو ما استجابش معايا في العلاج، بالذات لو كان استيمي اللي عنده ايه اس تي سيجمنت اليفيشن، لازم المريض يدخل ايه في مسافه 72 ساعه يا جماعه نعمل قسطره، ولو امكن نركب له دعامات لان طبعا الجلطه بتبقى كبيره ممكن يؤدي الى ايه مايوكارد انفاركشن على طول. طبعا احنا طبعا بنديله بنهيئه قبل ما احنا بنديله انتي بليتد انتي فايبرولايسين، بنديله مضاد للجلطات يا جماعه قبل ما ايه ما ندخله للعمود القائمه بعد 72 ساعه، ولو ما استجابش بندخله نعمل بي سي ار بيركوتينيوس انترفينشن من خلال الريديال ارتري او من خلال الفيمورال ارتري، الاسطره بتدخل من خلال الريديال او تعدت لحد الشرايين التاجيه. عندنا لو كان نان ستيمي برضو احنا بيقول لنا بنديله علاج في الاول يا جماعه انتي بليتلت اند انتي كوجلانت ثيرابي، وبعد كده ايه بنقيم البرفيوجن ونشوف ايه نسبه الدم اللي ايه داخله ليه بتاع ده انظبطت او ما انظبطتش، وبنقيم خلال 72 ساعه لو ما ظبطش ممكن ادخله يعمل قسطره، او لو هو جاي لي بانستيبل انجينا او اتيبيكال شيست بين حاجه ماهيش ايه مش تيبيكال معايا في شيست بين بدخل برضو اعمل قسطره للاحتياط معانا. الشابتر اللي بعد كده طبعا موضوع مهم برضو تاني، بيكلمنا عن بالموناري امبوليزم او السده الشريانيه في الشريان الرئوي، وده موضوع خطير جدا برضو يا جماعه. اولا هنعرف يعني ايه بالموناري امبوليزم، هنعرف سيمتوم وساين، وهنعرف مانجمنت بتاعتنا عن ايه عن تريتمنت ازاي. بالموناري امبوليزم از بلوكنج ارتري اوف ذا لانج، عندنا طبعا بالموناري ارتري بيبقى فيه فرعين، فرع يمين وفرع شمال، بيبقى كل فرع داخل ناحيه من اللانج،
دي عبارة عن بلوكينج في الارتري، بيقول لك سد او قفلة في الشريان ده بسوليد ماتيريال، حاجات صامتة او ماتيريال بروت سروزا بلاد ستريم بتطلع من الدم او بتيجي من ايه، من الدم، بنسميها امبولاس. يوجوالي عادة بتبقى بلاد كلوت، يعني ايه تكوين دموي او جلطة دموية بنسميها ثرومبس. اند ريجلي اذر ماتيريال، في كمان ماتيريال يا جماعة بتبقى ليه لس لس او بتبقى ايه اقل طبعا من الكلوتنج فاكتور في الحدوث. بالمونري امبوليزم از يوجوالي كوزد باي بلاد كلوت ثرو اذر سبستانس فورم امبولاي اند بلوك ارتري. اتكلمنا في السيمتومز بالمونري امبوليزم بي فيري بات يوجوالي ان كلوت شورت اوف ذا بريست. طبعا اشهر حاجه بيجي طبعا لو اي سده موجوده بيجي لنا بكرشه نفس او شورت اوف ذا بريست. عندنا طبعا ايه لو شكينا في الحاجات ده يا جماعه بنعمل حاجه اسمها كمبيوترز توموجرافي او سي تي انجيو، يعني انجيو يعني بنصور الفيسلز كمان او بنصور الاوعيه الدمويه بتاع اللنج، او نعمل لنج سكان زي ما كنا بنعمل ايه كارديك سكان، بنعمل لنج سكان. بندي حاجه اسمها بلاد سينر من ضمن العلاج يا جماعه، انتي كوجلانت بلاد سينر، هي الانتي كوجلانت given to people of the high risk prevent pulmonary embolism. طبعا لو احنا عرفنا ايه مريض لو هو هاي ريسك للحاجات ديت او هو عنده استعداد اللي هو يكون جلطات بندي له ايه في الاول خلاص انتي كوجلانت وبنمشي عليه ايه على طول. انت الانتي كوجلانت دراج از يوز تو كيب امبولاي فروم انلارجد ويز بودي ديسولف اوف ذا كلوت. طبعا هو بيقول انا بيمنع الجلطات يا جماعه اللي هو ايه ما بيوسعش او بيمكبرش الامبولاس، بتقوم الجسم يقدر يتعامل معاه ويكسرها قبل ما تتكون اي جلطه كبيره وتسد الايه الشريان الاساسي بتاعنا. طبعا هو بيكلمنا يا جماعه عن انواع الجلطات، ممكن تبقى حاجه اسمها بارشال او حاجه اسمها ماسيف. البارشال ده يا جماعه يبقى جزء من اليومن مسدود لكن في لسه في بلاد موجوده في داخل اللنج ويبقى عايش حياته خالص، بس بيبقى بيشتكي من شويه شورتنس او ديسكمفورت كده وبتاع وايه، وبندي له علاج وبيظبط معاه. اما لو كانت ماسيف يعني بيسد كل البلاد اللي داخل اللنج، طبعا بيبقى في ساينوزك في شورتن اوف ذا مينيس، ممكن تقول الى داي او يموت لان طبعا هيعمل هايبوتنشن ويعمل ايه رايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير او فشل في عضله القلب، وبنسميها حاجه اسمها كور بالمونال، يعني كور بالمونال يعني ايه فشل في عضله القلب نتيجه لسبب في الايه عضله او في نطير ايه لللنج بتاعنا. طبعا وبيقولوا لنا ارقام مهوله اللي في 350 الف ايه بينصابوا بالمرو امبوليزم، ومنهم 85 في الايه في 85 الف حاله وفاه في السنه في الولايات المتحده ممكن يموتوا بالمالموناري امبوليزم. بالمرو امبوليزم هاي ريسك، طبعا عندنا هاي ريسك او الناس اللي هي معرضه اكتر ليه يجي لها بالمرور امبوليزم، عندنا مثلا ادفنج انجل واحد ايه طعن في السن شويه اكتر من 60 سنه، او لو هو عنده مشكله اساسا في التجلط بتاع الدم حاجه اسمها هايبر كوجولب ستيت، يعني نسبه التجلط بتاعه تبقى سريعه او نسبه اللزوجه بتاعته بتبقى سريعه، ده طبعا معرض ليه اللي هو يجي له بالمرور امبوليزم. الكانسر والكاسيتر، الخلايا السرطانيه يا جماعه والقساطر اللي احنا بنركبها او الكانولات اللي احنا بنركبها بيمكن يعمل ثرومبس او امبولاس ويمشي في الدم يوصل لايه للبلمونري ارتري ويسدها. ناهيك طبعا عن حاجات تانية طبعا زي لو واحد عنده مشكلة مثلا في الكيدني او لو كان بيعمل عمليات مثلا جراحية في العظام، او لو كان في اوبيزيتي، او لو كان في حاجة اسمها هايبر فيزيكوزيتي في الايه في الدم، او البريجننت، او واحد عنده مشكلة في كرات الدم الحمراء زي سيكل سيل انيميا الخلايا المنجلية، او سموكينج، او ستروك قبل كده. الهرمونات طبعا لها دور جامد بالذات الايه الاستروجين الموجودة في الفيميل بيزود نسبة الايه اللزوجة بتاع الدم ممكن يعمل جلطات. عندنا طبعا بيقول لنا طبعا احنا طبعا معظم الجلطات اللي احنا اتكلمنا عنها يا جماعه بتحصل نتيجه البلاد كلوت، لكن ممكن يبقى في ماتيريال تاني ممكن يعمل لنا الامبولاس. في ماتيريال تاني بس يبقى ليه او ليس اوكيرنس او تبقى نسبه حدوثها بتبقى ايه بسيطه عن البلاد كلوت. بيكلمنا عن الفات كان اسكيب ان ذا بلاد فروم ذا بون، لو انا بعمل مثلا سيرجري او جراحه في العظام ساعات بيبقى خلايا دهنيه ممكن توصل للدم وتسد برضو الايه البلمونري ارتري، او امنيوتك فلو الناس اللي هي ايه الفلويد اللي بيبقى حوالين الجنين في بطن امه ساعه الولاده ممكن ايه بعض من الفلويد يروح للبلاد فيسلز ويوصل للبلمونري ارتري برضه يعملوا امبوليز. الاير بابل
الهواء اللي ساعات بيدخل مثلا ايه هواء في الكانولا بقصد او بغير قصد، بيدخل برضو على يسد يعمل لنا امبولاس، لان طبعا الهواء ما بيلغطش زي ما احنا اتكلمنا عليه. او لو انا بعمل عمليه مثلا جراحيه والفين في فين مفتوح للهواء كده يا جماعه، بيدخل هواء يعمل امبولاس، او حاجه اسمها انفكتد ماتيريال لو عندنا سيبتك فوجاس في حته ايه زي ابسس او زي حته ايه فيها بكتيريا موجوده، ساعات الانفكتد دي يا جماعه لما راكب عليها بكتيريا تدخل للدم وبتعمل انفكتد امبولاي. حاجه اسمها فورم بودي سبستانس كان بي انتروديوس انتو ذا بلاد ستريم يوجوال انترافينوس انجكشنز ان اورجانيك سبستانس زي التلج، بودره التلج او الميركري اللي هو الايه الزئبق ممكن يعمل لنا ايه برضو سده رئوي. يبقى احنا عندنا اللي هو الليس فات وامنيوتك فلويد واير بابل اند انفكتد ماتيريال اند فورم سبستانس. السيمتوم بتاعنا هيجي الراجل هيشتكي لنا بشيست شورتنس اوف ذا بريس، شيست بين، صداع وبيغمى عليه، فيري لارج امبولا يا جماعه. الفيري سيمتوم بتاعتنا بيبقى لوس اوف ذا كونشس، طبعا مفيش دم خالص رايح للايه للنج، مفيش اكسجين، طبعا اكتر حته بتتاثر في الاول خالص اللي هو البرين، فيجي لنا بايه بلوس اوف ذا كونشس او بيبقى بغمى عليه وساينوزد او ازرق معاه. بنشخص ازاي؟ حاجه اسمها طبعا احنا اتكلمنا على بلس اوكزيمتر في الشرائح او البرزنتيشن اللي فاتت، لازم ايه نتاكد بالايه بالساتوريشن بتاع البلس اوكزيمتر، شيست اكس راي والاي سي جي، طبعا بنعمل سي تي انجو والترا سونوجراف على الليجز عشان لو كان فيها دي في تي او اي مثلا ايه تجلطات في الرجل او اي فين بنشوفها برده وبنعالجها، لان هي دي ممكن يكون هي مصدر الايه الامبولس اللي طلعت في البلمونري ارتري. لانج بريفوجن سكان زي ما احنا عملنا سكان للهارت بنعمل سكان لللانج برده، وبيكلمنا على واحده واحده الشيست اكس راي والاي سي جي والليفل اوف ذا اكسجين. عندنا حاجه برضو زي اللاب اللي احنا بنعمله للناس ديت يا جماعه اللي هي دي دايمر. دي دايمر طبعا مهم جدا اللي احنا نعمله في الناس ديت، طبعا لو طلع عادي عالي يا جماعه ديت بيثبت وما بينفيش، بيثبت وما بينفيش زي ما احنا بنتكلم اهو. يعني لو طلع عادي اقول مثلا ايه 90% الراجل ده بالمنوري ايه امبوليزم، لكن لو طلع ولا، لان طبعا بيعلى في اسباب كتيره تانية زي الانفكشن او السيبسس او اي حاجه تانية او انجريز، لكن لو طلع واطي ما بنفيش اللي هو الراجل ده عنده بالمراري امبوليزم، فناخد بالنا من المنطقه ديت. لو دي دايمر طلع عالي انا بشك اللي هو بالمراري امبوليزم، لكن لو طلع واطي مش معناها اللي هو ايه ما عندوش بالمراري امبوليزم، وده نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. بعد كده الانتي كوجلانت فور ذا بلمونري امبوليزم التريتمنت طبعا اللي احنا بنتكلم عليه، بنستخدم الهيبارين طبعا اللي احنا بنتكلم عليه زي الانتي كوجلانت الثانيه. بيبقى في نوعين يا جماعه، في تراديشنال لو مولكولار ويد، التراديشنال بتاعنا الايه اللي هو موجود عندنا حاجه اسمها لو مولكولار ويد او الجزيئات بتاعته اقل من الايه من الطبيعي، وده بنبدا بيه على طول الهيبارين سواء سبكوتينيوس او انفيوجن ايا يكن ايه الدكتور هيحدده ازاي معانا، بس لازم نبدا بالهيبارين. عن طبعا الاورال منه حاجه اسمها وارفرين، طبعا لما بندي له جرعه من الهيبارين او نعمل له لودنج بندخل معاه حاجه اسمها وارفرين، لان ده هيفضل ماشي معاه بعد كده بعد ما يروح او بعد ما يستابلايز كمان او بعد ما يستقر، بروح على حاجه اسمها وارفرين تبقى ايه اورال. طبعا لهم سايد افكت جامده جدا هما الاثنين، طبعا سيفير بليدنج معانا، لكن لو انا ظبطت الجرعه بتاعتي او عملت مونيتور للبي تي وبي تي تي كل فتره بقدر اظبط الجرعه بتاعتي. يبقى احنا عندنا نوعين من الهيبارين اللي احنا بنستخدمه كانتي كوجلانت في البلمري امبوليزم، حاجه اسمها تراديشنال ولو مولكولار ويت، الوارفرين ده انتي كوجلانت لكن بنديه اورال معانا. طبعا بجانب الحاجات اللي هي طلعت جديده الانتي كوجلانت ايه انكلود زي فاوندا برينكس اللي احنا لسه ايه بنتكلم عليها في الاكوت كورونري سندروم، وحاجه اسمها ريفاروكسيبان اللي هو الايه ريفارو سبير احنا بنستخدمه حاليا برضو، انهيبيت فورميشن سبكوتينيوس انهانس بودي برودكشن. وطبعا الحاجات دي طبعا لها سايد افكت، لها سايد افكت ليس زان هيبارين، فاحنا بنستخدمها اكتر من الوارفرين والهيبارين في هذه الايام. عندنا بيقول لنا فيزيكال ميجرمنت او حاجات ممكن تساعدنا يا جماعه في نمنع الجلطات او نمنع تكوين الامبولس بتاع البلمونري، لكن طبعا هي ما بتح هي بتحمي لكن ما بتمنعش معانا، زي واحد مثلا دوينج ليج اكسرسايز بيبقى فيه شراب بتاع الدواء بتاع دي طبعا ايه بيحفز الدم اللي هو يمشي ايه ما يركنش في الرجل، او واحد جيتنج اوت اوف ذا بيد اند بيكامينج اكتيف قاعد في السرير طول الايه طول اكتر يعني بيعمل اكتيفيتي ويعمل نشاط عشان ايه يمشي السيركيوليشن ما يعملش فيها استيزس. كمان بيبقى في عندنا جهاز يا جماعه بنحطه مثلا على الرجل او بتاع يعمل مساج كده وبرده بينشط الدوره الدمويه في المكان الايه اللي راكن فيه الدم، ودي حاجات كلها فيزيكال ميجر بتساعد لكن ما بتمنعش معانا، يعني هي لوحدها ما بتعالجش ايه بالموراري امبوليزم.
طبعا بيبان لنا الدياجرام الصوره السسبكت مثلا بالمرر امبوليزم، بنعمل لو كان سيستوليك بلاد بريشر يا جماعه او الايدج بتاعنا اكتر من ايه من 50 سنه، بيقول لنا ايه نو سيف. دي كلها باراجرافات او سيوريز احنا ممكن تقعد مع نفسك كده وايه وتفهمها. الباراجراف اللي فوق الرسومات ده يا جماعه بيكلمنا عن حاجه اسمها فلتر او امبريلا. ساعات طبعا احنا بنحط حاجه اسمها لو بيكون جراكات كتير او العلاج مش جايب نتيجه معانا، بدخل بتدخل جراحي وبحط حاجه اسمها فلتر او امبريلا. فلتر بالظبط زي ما احنا بنتكلم، فلتر عامل زي الفلتر بتاع الايه الحنفيه، بنحطه ايه في الانفيريو فينا كافا في الشريان اللي هو الرئيس اللي داخل للهارت من الناحيه السفليه للجسم. بنحط الفلتر ده بيجمع لنا كل الايه امبولاي اللي جايه من نص الجسم التحتاني، بحيث الجاي ما يطلعش للبلمونري ارتري والجسم يبدا يفتتها ويتعامل معاها وما توصلش للبلمونري ارتري. اسمها فلتر او امبريلا. التريتمنت بتاعنا عندنا سبورتيف وانتي كوجولانت وسام تايم بليسمنت انفيرو فينا كافا فلتر زي ما احنا اتكلمنا عليه، وسام ثرومبوليتيك او كلوت بلاستنج. ثرومبوليتيك اللي حاجه مفتته لايه للثرومبين او الجلطات معاه. السبورت طبعا الاكسجين از جيفن اف ذا بلاد اكسجين ليفل، لو في هايبوكسيا بدي ايه اكسجين. الانتي كوجولانت طبعا زي ما احنا ايه اتكلمنا عليه قبل كده، هو طبعا بادئ بانكلود وارفرين طبعا اللي هو الايه اللي احنا استخدمناه او بديل الهيبارين بس ده اورال. نيورال انتي كوجولانت زي ما احنا ابيكسابان او ريفوروكسابان ريفوروسبير يعني اللي احنا ايه بنستخدمه حاليا برضو بنبدأ معاه الحاجات ديت. دكتور ماست جيف هيبارين ثيرابي باي فين اور ذا باي انجكشن اندر سكين، ممكن ندي من خلال الوريد او من خلال السبكوتينس تحت الجلد لمده من 5 ل 10 ايام ثيرابي بيفور زي كان ايه قبل ما ادي ايه العلاج اورال. ببدأ هيبارين يا جماعه وبعد 5 ايام ممكن ادخل مع علاج الاورال وبعد كده اسحب الهيبارين وبمشي على الوارفرين او انتي كوجلانت اللي هي الايه الاخرى او الجديده اللي احنا اتكلمنا عليها. ان بيكلمنا طبعا عن ان النيو انتي كوجولانت سيرجي از ابيكسابان سيفرال ادفانتج اوفر ذا هيبارين اند وارفرين. طبعا بيبين لنا ايه النيو انتي كوجولانت اللي هو ليس سايد افكت زان من الهيبارين والوارفرين بتاعنا. ثرومبوليتيك ثيرابي ديتو دينجرس اوف ذا سايد افكت بتاعتنا، طبعا لها سايد افكت فظيعه جدا يا جماعه، فمش اي واحد بياخد ثرومبوليتيك ثيرابي. ديت عيان بنحدده او داخل او اشرف على الموت، فبنبدأ وطبعا مع مانجمنت ومونيتور وتكثيف المونيتور للمرض ده لانه ممكن يدخل في نزيف شديد جدا ويموت بالعلاج، يعني ما ممكن ما يموتش بالمرض ممكن بالعلاج بتاعي. بنسميه كلاد بوستنج دراجز خلاص، سج از ستريبتوكاينيز او التي بليز. دي كلها حالات مصنعه وتؤدي الى تدويب الايه الجلطات بتاعنا. الشابتر 6 حاجه اسمها سيربر ستروك او كوما دياجنوز اند مانجمنت اللي هي الايه الجلطه الدماغيه او السكته الدماغيه بتاعتنا. بيكلمنا انيشيت تريتمنت وزن 10 دقائق في ارايفل، يعني انا لو شكيت اللي في ستروك او في جلطه يا جماعه في المخ ببدا على طول من مسافه 10 دقائق بعمل طبعا ايه الحاجه اسمها برايمري سيرفي والسكند سيرفي زي ما احنا ايه شرحناهم في او هنشرحه، يعني بنعمل مانجمنت طبعا اي بي سي زي ما احنا اتعلمنا البريسنج والسيركوليشن والدراجز اللي بياخدها، وبعد كده نبدا ايه استابلايز بتاعتنا. اسيس بيشنت ريزم اند تريت ويز ابروبريت زي الاكوت كاردك لايف سبورت زي ما احنا ايه ان شاء الله ايه خدنا او هناخد لسه. اتم بتو اليمينيت اذر كوز اوف ذا سيمتوم، لو مع اي سيمتوم تاني ببدا برضو اتعامل معاها، وطبعا بيعمل كونسلتيشن لاستشاري او اخصائي بتاع المخ والاعصاب عشان يجي ايه يظبطها معانا ونسحب تحاليل. انيشيت التريتمنت طبعا معانا بعد 25 من الارايفل بعد ما الراجل يوصل او عملت له ستابلايزيشن وعملنا له كونسلتيشن مع نيورولوجيك ببدا العلاج بتاعي بعد 25 دقيقه من طبعا كل ده يا جماعه او الارقام اللي احنا بنتكلم 10 دقائق و25 لان طبعا في منتهى الدقه اللي احنا نبدا بالعلاج بتاعنا ايه بدري عشان ما يحصلش اي اتروفي او انجري في الايه في او انسلت في البرين. فده مهم جدا التوقيت اللي انا ايه
بحدده. ان استابليش طبعا اونس سيمتوم ان هاز بين ليس ذان 3 ساعات. طبعا بقى بنشوف الراجل ده بقى له 3 ساعات في الوضع ده ولا اكتر ولا اقل، طبعا بايه عشان نعرف هنبدا او هنمشي ازاي. كونتينوس طبعا ايه، طبعا الراجل بتاع المخ والاعصاب والاستشاري بتاع المخ والاعصاب هيطلب لنا سي تي او هيعمل لنا مونيتور هيموديناميك، برضه هيبقى ايه معانا يعني قايم الحاله. وبعد كده هنعمل حاجه اسمها ديترمين اف ذا فايبرونوليتك سيربي از ابروبريت، معانا مذيب للجلطات هو هيستحملها ولا مش هيستحملها طبقا طبعا للحاله بتاع المريض. وده الدياجرام اللي بيشخص لنا او بيعمل ايه نقول لنا هيعمل ايه في التريتمنت بتاع الاستروك، وسهل اللي هو ايه تمشوا عليه. عندنا ريسبيراتوري فيلير يا جماعه، وده برضو موضوع من الموضوعات المهمه جدا. هنطلع يعني ايه ريسبيراتوري فيلير، يعني ايه تايبز، يعني ايه سيمتوم، يعني ايه دايجنوزس، تريتمنت، كومبليكيشن بتاعته، والاوتلوك او ازاي اعمل ايه بريفنشن للريسبيراتوري فيلير. الريسبيراتوري فيلير ده عباره عن كده هو ذا بريثنج سيستم فيل تو كيب اديكوت بلاد اكسجين ليفل، ديت يا مفاشل الرئه اللي هي ايه تظبط الاكسجين او تحافظ على نسبه الاكسجين ثابته وتبقى ايه طبيعيه في الجسم. بنسميها ايه ريسبيراتوري فيلير. عندنا طبعا اسباب كتيره جدا من الريسبيراتوري فيلير، بس بنسب متفاوته. وعندنا طبعا اللي بيحدد يا جماعه الاسباب، او احنا قسمنا الاسباب لتايب 1 وتايب 2 طبقا للايه للفيلير بتاع اللانج. عندنا في ريسبيراتوري فيلير جماعه، عندنا في نوعين اتنين من الاكوت كورونري فيلير، من الريسبيراتوري فيلير تايب 1 وتايب 2. تايب 1 لو حسبناه طبعا طبقا للاي بي جي اللي احنا بنعمله، وهنشوف في الاي بي جي بتاعتنا لو فيها هايبوكسيا ونورمال كربون دايوكسيد بنقول عليها تايب 1. لو شفنا الاي بي جي بتاعتنا فيها هايبوكسيا او شفنا هايبر كابنيا يعني زياده ثاني اكسيد الكربون بنقول عليها تايب 2. او لو انا عملت اكوردنج للانست بتاع الايه ريسبيراتوري فيلير في اكيوت وفي كرونيك وفي ايه اكوت ان كرونيك. الاكيوت ده بيحصل خلال دقائق لساعات، او الكورونيك بيحصل من خلال ايام. الاكيوت ان كورونيك يعني بيحصل في الناس اللي هي بتبقى كورونيك او عندها كده كده ايه مرض مدخلها في كورونيك او في مشاكل في الشيست بتاعتي، لكن في حاجات استجدت ودخلته في اكيوت بنقول عليها اكيوت ان كورونيك. اكيوت كورونيك اكيوت ان كورونيك اكوردنج للايه للانست. اما تايب 1 وتايب 2 اكوردنج للاي بي جي. الاسباب طبعا هو ايه شرح حالك تايب 1 وتايب 2، وطبعا معظمها اسباب متشابهه. طبعا اشهرها طبعا سي او بي دي وازمه والاوفر دوز وميسينا جريفز وبولينوروباسي والبوليومايلايتس والماسلز والهيد انجريز في التايب 2. اما التايب 1 بيبقى فيه كورونيك اوبستر نومونيا، طبعا اكتر حاجه بتبقى موجوده ايه في اللنج. اما في التايب 2 بيبقى في الماسلز او في البرين، تبقى برضو ايه حاجات اللي احنا بنتكلم عليها، الحاجات اللي هي الايه المساعده للريسبيريشن. عندنا بعد كده السيمتوم اللي بيجي لنا بيها الراجل او الريسبيراتوري فيلير يا جماعه، شورت نفس سابريز ذا فيرست، هو ديت ايه كرشه نفس، هو دي فيرست سيمتوم بتاعنا. ممكن يحصل اثناء الاكزيرشن اللي هو بيعمل مجهود ولا حاجه بيقول لك انا بحس بكرشه نفس، وبعد كده ممكن تتطور وهو ايه قاعد او هو ايه نايم. طاير دينس دي تو لاك اكسجين، برضو بيبقى ايه مرهق طول الوقت برضو عشان نقص الاكسجين. بيبقى حاجه اسمها بلوش تنج اللي هي السيانوزس عشان نقص الاكسجين، كونفيوجن لوس اوف ذا كونشس عشان برضو نقص الاكسجين اللي بيطلع للبرين. ممكن معاه فيشر لديزيز ذات نفسه او ديز اللي هو سبب له ريسبيراتوري فيلير سواء كان كاردياك او شيست او برين، ممكن تظهر اعراضه معانا. الكلينيكال بيكتشر اللي بيجي لنا بيها هاي بريثنج ريسبيراتوري، لو انا ايه الكلينيكال بيكتشر اللي انا ايه بكشف عليه اشوف نفسه عالي اسمها تاكيبنيا، في ساينوزس، في ريستلسنس مش مرتاح او انكزايتي متوتر وكونفيوجن، او في سيزر كمان بيوصل لحد الايه السيزر او الكوما. ممكن اشوف او اسمع بالسماعه اصوات اللي هي الايه الامراض الموجوده في القلب او في الشيست على صدر المريض ده. ميبي فيشرز او رايس هارتفيريا، ممكن تبقى معايا رايس هارتفيريا ونقول عليها يا جماعه كوربان مولان زي ما احنا حكينا، يعني كوربان مولان يعني في فشل في عضله القلب نتيجه لسبب في الايه في اللنج بنسميها كور بالمونال. طب الدياجنوز ازاي؟ بنعمله شيست اكس راي وبنعمله بلاد تيست وبنعمله تروبونين بلاد تيستس وثايرويد فانكشن تيستس، زي الحاجات اللي هي بتبقى في الكورا لونج تيرم كورونا كونديشن، مي بي ريسبيراتوري فيلير نتيجه للريزد ايه كربون دايوكسيد. ف
في الثايرويد فانكشن بتاعتنا. السبايروميتري طبعا ده جهاز بيقيس الوظائف بتاع الايه اللنج، بالمونري فانكشن تيست اسمه سبايروميتري او هارت الترا ساوند سكان، او نعمل ايكو يعني عشان نشوف ممكن تكون السبب بتاع الايه اللنج فيلير، تب هارت ونشوف الايه لو كان عنده راس هارت فيلير ولا لا. وات ذا تريتمنت اوف ذا تريتمنت، طبعا مختصرها لنا طبعا بالاكسجين بتاعي. اولا الاكسجين طبعا واحد جاي ريسبيراتوري فيلير بسيانوزيس هنحطه على اكسجين، هنحطه على فنتيليشن ميكانيكال فنتيليشن، هنتيبه ونحطه على ميكانيكال فنتيليشن طبعا هنظبطه معانا. لو الراجل ده لسه ما بيتنفس كويس او لسه نسبه الاكسجين لحد ما كويسه، ممكن احطه على حاجه اسمها نون انفيزيف فنتيليشن زي السباب او البيباب، حاجه مش هنتيبه يعني ايه في الحنجره، هنحطه على نون انفيزيف فنتيليشن. لو مريض طبعا ساء جدا او مش عارف احطه على بمكان فنتيليشن، بحطه على حاجه اسمها ايكمو. ايكمو اول لو انا حطيت على جهاز تنفس صناعي وفشل اللي هو يظبط للراجل ده، بنحط على ايكمو. ده عباره عن ببساطه يا جماعه جهاز بياخد الدم كله بتاع الايه البيشنت، بينقيه من ثاني اكسيد الكربون وبيديله اكسجين، يعني بيعمل زي اللنج بالظبط والهارت. خلاص ده عباره عن بتاع مكنه صناعيه للقلب والشيست صناعي، باخد الدم كله من البيشنت عشان يطلعوا على المكنه يعملوا فلتره، بيديله اكسجين واشيل منه ثاني اكسيد الكربون وارجعه للايه للشخص تاني. الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل في الريسبيراتوري فيلير طبعا لانج كومبليكيشن، وهو واحد مريض مثلا صدره بتاع ديت، وبعد كده يحصل له ايه مضاعفات، يحصل له بالمرر امبوليزم، يحصل له بالمرر فيبروزس، نيموس هوراكس استرواع، او مشاكل يحصل له كومبليكيشن في الهارت، كومبليكيشن زي ما احنا كنا بنقول عليه الكور بالمونال، او يحصل اريزميا، او يحصل بريكاردايتس. نيورولوجيكال مانيفيستيشن طبعا ايه نقص الاكسجين الدائم، بيحصل لنا نيورولوجيكال ايه انسلت وسيزرز او فيتس، او ايه يدخل في غيبوبه. برولونجت هوسبيتاليزيشن طبعا الناس ديت ممكن تقعد فتره طويله في بتاع جيلها نيمونيا، التهاب رئوي، وزي حاجه اسمها ايه اكوارد نيمونيا، زي ما هو ضرب لنا مثال زي النيمونيا والضهريه او الاسهال. بيدخلنا طبعا في حاجه اسمها مال نيتريشن يا جماعه، سوء تغذيه طبعا نتيجه للايه للفتره اللي هو بيقعدها في المستشفى والمحاليل اللي مركبها من غير ما ياكل. كومبليكيشن برضو بينج باوند ذا لونج بيريود، بيحصل لنا طبعا ضعف في العضلات، بيحصل لنا قرح فراش، دول كلها كومبليكيشن. واخر واحده بيكلمنا عليها ازاي تحمي المريض ده او نعمل بريفنشن عن طريق اللي سموكم، طبعا هو اكبر حاجه ممكن تسبب لنا ايه لانج فيلير، فنمنع السموكن فنحمي نفسنا من لانج فيلير بتاعنا. والسلام عليكم.